السلام عليكم. اليوم راكم عرفتم كويزين وجبت لكم وصفه سهله، هي بسطيله، ميني بسطيله صغار. راح نوريكم كيفاش نديروها. دوكا رايحين نروحوها هذوما نديرو شرموله باش من بعد نديروهم نخلطهم في الحوض. بسم الله. عندي ثوم جارليك، عندي بصل، اونيون، زيدو ديرو تمرك. بسم الله. نص مغرفة القهوة. هنا عندنا بابريكا، كمون، كمون ما نكترولوش خاطر دوك كمون يجي قاصح. وهنا غارليك، الحوت يحب غارليك. درت الفريشك ودرت باودر. واش نزيدو؟ هاك لي جو دو سيترون، ليمون. بسم الله. وعندنا بيستو ميتو، تي مغرفة تاع القهوة. والهريسة على حساب الذوق، اللي يحبها حارة ما نحبش، نحبش نديرها حارة شوية. ونديرو البلاك بيبر، الفلفل الأسود، والملح. الملح على حساب واش عندكم الحوت، وخاطر هي درت ليمون، وعلى حساب الحوت شنو نديرو. دوكا نزيد لها زيت الزيتون، اوليف اويل. واحدة، زوج، ثلاثة، أربعة، ونشوفو. نزيد لها شوية زيت. شوف تلحت كامل. نسيت الجنجر، الجنجر عندي هادية شريتها من عند شنو يقولوا سنة من وضعي فيرميسيل دو ري تاع تاع الروز رايس. بلا عندي ما سخون، اتس هات واتر. الزبدة دوك نزيد شوية زيت الزيتون. بسم الله. لاخاطش كي ديرو الزبدة وحدة تحرق. كنبداو بالكريفات شريم. نزيد لهم من هذيك، هذه هي الماسة شمالة. نقلوها ونديرها في الصفاية خاطر البسطيلة تاعنا ما لازمش تكون سمحة. وفي مقلاة وحدة نديرو كل شيء باش على الريحة. نزيد ندير شوية فاني. دوكا عندي لاصول راح نديرها. عندنا فوقها هذي شرموله. كيف بدا يطيب راك تشوفو فيه جات تقسم وحده. هاديك باش هاديك الشرموله تدخل له لاصوص. شوفك شنو راهي تجي، راهي شهي ان شاء الله. شوفو الما تدخل تكون في الغوا هنا. دوكا نصفي هذا فاني.
الكلاص ولا طيب الخف. دوكا نديرو شويه زيت وشويه زبده كما درنا لهم كامل. هذا هو اسمه روك فيش عندي. نخلي هذا نزلعهم بعدا. هذه مرسومات الشام ماشي كيما الاصل. Please don't forget to subscribe who watched the first time. اللي راه يشوف المرة الأولى ما ينساش يشارك مع الحباب مع لافامي. جزاكم الله خير. هذا كان نزيد ندير لهنا هكا نصفو نضرب هذي. صفيناهم ونجيبو المقص ونبداو نقطعو فيهم. هادي هي نديروها لهنا باش ما نرموهاش كامل فيها فيها كامل تاع الحوت. نزيدو نديرو لها تشرمولا. بسم الله نخلو شوية نخف. دوكا نزيدو نصفو باسكو هادو كامل فيهم لا فيهم الزيت فيهم الزبدة فيهم كامل السبايس. دابك شوية زيت زيتون يعني كشتاي نزلا شوية ليمون وشوية فلفل كحل وشوية ملح ثاني شكون دوكان. وهاد الدرسة لي قادي دوكا نطفي ونخليها تقعد فيها. لازم لكم مقلة اللي ما تلصق. شوفوا هذه دوكا نفتت هذا شوية نخلوها تبرد ومن بعد نوريكم كيفاش نديرو لها. دوكا نزيد لها الحوت هذاك من الفوق. واو هاي تشهي ريحه الحوت ما شاء الله. هذه هي الباطه اللي شريتها مع عند شناوه ومكتوب حلال واللي في ساكرامنتو اللي يسحق نبعث نطير لادغاس وين جاي. هذوك راني كملتهم درت لهم الزيت. شوفو ندير لهم شويه بيض من الفوق. شوفو راني خرجتهم من الفرن من الاوفن. شوفو كيزاو حمارة. شوف هاك تسمعو فيهم كيش راهم يتقرمشو ما شاء الله. وبعد تشوفوني كيفاش ديكوريتهم.
رانا كملنا البسطيله، درنا ميني بسطيله راهم يشهوا مع البنان، حصلوا نسيوهم وقولوا لنا عليهم وما تنساوناش اللي راه يشوف المره الاولى يشارك والابوني والسبسكرايب بليز من فضلكم سالفو بلي. واش نقول لكم بصحتكم وبصحتنا والسلام عليكم.